يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي وجماهير نادي الأهلي العظيم في كل مكان. أهلا بيكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الخيرات. صباح الفل. صباح الخير. صباح السعادة. صباح الهنا. صباح النصر. صباح كل حاجة حلوة على حضراتكم جميعا اللي صاحي دلوقتي وبيشاهدنا 10 الصبح في الأهلي حلقة جديدة وبطبيعة الحال أكيد فقرات وضيوف جداد وكمان أخبار جديدة. نبدأ بقى يا صباح الألوان الحلوة. سيبك أنت. تعرف برضو الواحد عامل شغل النار النهار. هياخد الحلقة في حتة تانية خالص. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله حلو جدا الحمد لله يا رب دايما. امبارح ضحكتيني انت جدا على فكره. على ايه؟ في المشوار بتاع النادي الاهلي وانتقادك الدائم. وبعدين ايه؟ انا حاسس ماشي مع رادار، اقسم بالله رادار، مش انسان عادي. رادار بيسكان كده السلوكيات الخاطئه عشان تتنرفز وتتفاعل معاها وحاجات زي كده. انت ازاي كده؟ اقول لك على حاجه كويس انك فتحت والله الموضوع ده. اقول لحضراتكم سريعا برده اللي حصل امبارح. انا وكريم رحنا النادي الاهلي بعد يعني بعد الهوا، وانا وكريم كنا بنعدي الشارع، يعني احنا النادي اهو باين عامه، بنعدي الشارع، فالشارع واحنا واقفين على الرصيف بجد والدنيا فاضيه، ففي تاكسي معدي، فبجد احنا على الرصيف، احنا مش تحت، والشارع واسع والتاكسي ماشي لوحده عمال يزمر يزمر يزمر. فببص لكريم وبص يمكن في ناس انا مش شايفاها، فبعدين معدي من قدامنا مفيش حد وعمال يزمر يزمر، فبقول له هو انت بتزمر لمين؟ ما تعدي. طبعا قلتها شويه بعصبيه، فكريم قاعد يضحك. بس هي قصه يعني حاجه برده غريبه جدا. انت مش واخده بالك من حاجه؟ بص في ناس اوريدي بيبقوا نازلين، هما مش بيسوقوا بالدريكسيون، هما بيسوقوا بالكلاكس. زمان كان في نوع معين من العربيات هقول لك عليه في الفصل عشان ما يبقاش اعلان، بس كان الكلاكس بتاعه عباره عن دراع كده على يمين الدريكسيون، بيبقوا دايما هما سواقين على فكره، تلاقيهم دايما ماشيين في الحركه دي. عند ناس كتير دي ثقافه في قياده البعض من الناس. يعني الواحد بجد لو احنا هنتكلم او يعني هنركز بقى كلام جد من القصه دي، فعلا احنا نفسنا بعض السلوكيات تنتهي من حياتنا. يعني حاجه زي كده ربما البعض بيشوفها حاجه عاديه، لا بس هي مش حاجه عاديه، ده مش مشهد حضاري في دوله احنا بنتكلم دايما احنا عايزينها الافضل. يعني في شغل بيتم على الارض، في نفس الوقت لازم الشغل يتم في شخصيتنا احنا، في ثقافتنا، لازم نتغير. ده شيء غريب جدا، ولو الشخص ده سافر في اي دوله مش هيقدر يعمل حاجه زي كده. يعني واحنا كمان دولتنا على فكره دوله فيها قانون، فانت لازم برضو تحترم هذا القانون، ما ينفعش سلوك كده. انا ما اعرفش، انا ما بقدرش لما اشوف حاجه كده اسكت بصراحه. يعني طب انا اقترح عليكي. أيوة. والله ما اعرفش انت ممكن تقتنعي بوجهه النظر دي ولا لا، بس انا شايف ان في الوقت ده بصفه خاصه لازم نقترح بقى على الناس ونقول لهم ايه حلقاتنا النهارده هتكون عباره عن ايه، ضيوفنا، فقراتنا. ندخل على الموضوع على طول. ندخل على الفقرات، بس كان مهم اكيد ان احنا نتكلم في النقطه دي، ان دايما احنا عايزين نتخلص من السلبيات اللي موجوده عندنا علشان نقدر نقول فعلا ان احنا تطورنا يعني كبني ادمين مش على الارض. احنا على الارض الحمد لله شايفين التطور اللي بيحصل، بس احنا لازم نتطور كمان عشان نواكب هذا التطور اللي في البلد. خلينا ننوه في البدايه، احنا معانا النهارده معانا فقرتين بس، معانا في الاخر فقره السوشيال ميديا تبقى فقره سريعه. بس اول فقره بقى معانا يعني شخصية أو رمز يعني إحنا كبرنا وهو كان معروف في الوسط الرياضي إن هو شخص يعني ليه قيمة كبيرة جدا، دكتور إنجي الصلح. هي قولوا عليها بقى أخصائية تغذية، أخصائية رياضية، هو اسم كان كبير جدا وإحنا صغيرين. معرفش أنت أكيد تسمع عن دكتور إنجي الصلح. أنا أكبر منك ب 85 سنة، كان أكيد حاضر الكلام ده من وهي لسه دكتور إنجي. يعني كانت من الأسامي الكبيرة جدا وما زالت طبعا شخصية محترمة جدا في هذا المجال، فأكيد عايزين نستفيد بكل يعني الثقافة اللي هي هتمدنا بيها فيما يختص في الرياضة وغيره. والفقرة الثانية لازم هنتكلم عن كرة القدم ودكتور أحمد، عفوا كابتن احمد بلال نجم الاهلي السابق. اما بقى الفقره الاخيره السوشيال ميديا، يعني السؤال المعتاد قبل اي مباراه الاهلي ونهضه البركان، قولوا لنا كده توقعاتكم مين هيسجل الاهداف والنتيجه هتبقى كام. ابعتوا لنا على السوشيال ميديا، وزي ما متعودين يعني كل اربع احنا بنحاول نعرض كل الاجابات اللي بتيجي. خلينا برضو نبدا بينا، لو انت حابب تقول لنا توقعاتك. توقعاتي انا يعني بيتهيألي ممكن تخلص المباراة دي 2-0 للنادي الأهلي، وربنا يصلح الحاج. ماشي، أنا هقول لك في نهاية الحلقة. ماشي، خلينا نبدأ بقى. نبدأ بقى على طول مع حضراتكم. وطبعا النادي الأهلي زي ما أكيد حضراتكم عارفين بيعيش حاليا حالة من التركيز الشديد جدا قبل مباراة نهضة بركان المقررة يوم الجمعة الجاية إن شاء الله الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. الجهاز الفني زي ما قلنا قبل كده قفل بالفعل ملف مباراة سان داونز عشان يركز كل التركيز في مواجهة الفريق المغربي على كأس السوبر الإفريقي، خصوصا وإن البطولة دي من مباراة واحدة فقط، يعني الفائز بيها هو اللي هيرجع على بلده بلقب إفريقي يضاف إلى سجلاته. إحنا طبعا يعني وكل اللاعبين وكل الجماهير بنتأمل إن يكون النادي الأهلي إن شاء الله هو الفائز بهذه المباراة، وأن يعود إلى مصر سالما غانما متوجا بهذا اللقب واللي بقاله 7 سنين غايب عن النادي الأهلي.
انا بتفق معاك جدا، وان شاء الله يعني النادي الاهلي كمان هنا نقدر نقول ان هو هيضمن الكاس ده، وهنضيفه بقى ليه يعني دولاب الكؤوس اللي عندنا. لقب السوبر الافريقي زي ما انت قلت غائب عن النادي الاهلي من 7 سنين، ولكن احنا بنتكلم عن اللعيبه الحاليه. اللعيبه في الجيل الحالي قادرين اكيد على التتويج باللقب واضافته كمان لقائمه بطولات الاهلي، وزي ما لعيبه الاهلي كانوا كمان على قدر مسؤوليه وحسم التاهل في دوري ابطال افريقيا، وقطعوا كمان نقدر نقول خطوه مهمه جدا في طريق يعني الحفاظ على لقب دوري ابطال افريقيا والتتويج بالبطوله العاشره. ان شاء الله هيفرحونا بالسوبر الافريقي. وزي ما احنا كنا بنتكلم، هل الماتش ده يعني فيه تحدي ولا لا، هيبقى صعب ولا لا، الماتش مضمون ولا لا، التحليلات اختلفت، ولكن في الاول وفي الاخر هي مباراه في غايه الاهميه، ما فيش مجال او ما فيش رفاهيه ان احنا نعوض مره ثانيه، ما فيش ذهاب وعوده، هي الفائز هو اللي هيتوج. فدي نقاط في غايه الاهميه لازم برضو ان احنا نبقى حاطينها في الحسبان. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم ان الحمد لله النادي الاهلي بيلعب مستوى جيد جدا، احنا ما عندناش يعني الحمد لله غيابات في الماتش ده هتكون موجوده، بالعكس في عوده كبيره جدا لبعض اللعيبه اللي كانوا مش موجودين، واحنا اكيد معانا التفاصيل بتاعت هذه الاخبار. ولكن لو هنتكلم برضو يا كريم عن نهضه بركان، نقدر نقول ان يعني النادي مش بيلعب برضو بنفس المستوى، يعني هذا النادي وهذا الفريق مش بيلعب بنفس المستوى اللي فاز بيه الكونفدراليه، يمكن هما نفس اللعيبه ولكن المستوى اختلف، ده بشهاده الجميع. يعني حتى الصحف المغربيه كانت تتحدث ان يعني نهضه بركان ليس كما سبق، يعني مش زي السنه اللي فاتت او كمان نقدر نقول السنه اللي قبلها، مستوى اختلف بشكل كبير جدا. يمكن دلوقتي ترتيبهم حتى في الدوري اعتقد العاشر واصل حاجه زي كده، السنه اللي فاتت كان بينافسوا لغايه اخر اسبوع على الدوري مع الوداد، وكان مع الوداد المغربي وكان مين تاني؟ والرجاء تقريبا، فا كان مع الوداد المغربي انا نفسي مش متاكد، فيعني لا الاداء اكيد مختلف بشكل كبير جدا. على كل حال احنا واثقين في اللعيبه وان شاء الله تبقى كمان مباراه ممتعه، ده مهم. هو طبعا في اجماع على ان هو مستواه متراجع نسبيا حتى في ترتيب الدوري زي ما انت بتقولي، ولكن برضو كالعاده الفرق كلها بتيجي، وخصوصا في المباريات اللي من النوع ده اللي هي مباراه بطوله ولقب وما قدمهمش يعني بديل تاني عن الفوز. وبطبيعه الحال النادي الاهلي بالمناسبه زي ما بيخض فرق كتير جدا منافسه، هو كمان يعني بيبقى بمثابه حافز، يعني بيبقى مهم جدا جدا بالنسبه لهم ان هم يفوزوا على النادي الاهلي او اضعف الايمان يقدموا مباراه قويه جدا. طبعا كل اللعيبه مركزين حاليا في مباراه نهضه بركان، وكلهم اكيد اصرار على التتويج بهذا اللقب، لقب السوبر الافريقي بعد غياب لمده 7 سنوات. وطبعا يعني ده هيكون خير تتويج لهذه المرحله اللي شهدت حاله من الضغط الشديد جدا في المباريات كلها، ما بين مواجهات محليه ومواجهات قاريه، ماتشات ورا بعض، سفريات ورا بعض، معسكرات ورا بعض. فالحقيقه دي هيكون خير نهايه لهذه المرحله. عايزين نقول كمان ان حضور جماهير النادي الاهلي زي ما كان سبب في نجاح بطوله كاس العالم للانديه اللي اقيمت في فبراير الماضي، طبعا ان شاء الله هيكون تواجدهم في المدرجات خلال مباراه الاهلي مع نهضه بركان ان شاء الله هيكون دي اثر نفسي طيب جدا ودفعه معنويه قويه لكل اللاعبين من اجل التتويج باللقب والاحتفال معهم في نهايه المباراه باذن الرحمن ان شاء الله، بالتوفيق لفريقنا وان شاء الله الفوز باللقب السابع للسوبر الافريقي ان شاء الله. تعرف مدينه بركان، هو اسمها بركان فعلا زي ما احنا بننطق، مش بركان، هي بتقع فين؟ تقع في يعني اقصى الشمال الشرقي في المغرب. هي يعني مدينه برضو جميله، ما فيهاش كثافه كبيره بس هي مدينه جميله يعني. خلينا بقى نتابع مع حضراتكم واكيد وعلى مدار الحلقه وعلى مدار يعني اليوم خطوه بخطوه ايه اللي بيحصل للبعثه. فريق امبارح خلينا نديكم او يعني نعرف حضراتكم برضو اخر الابديتس او ايه الجديد مع البعثه، هو راح الفندق وجميع الاطراف المفروض المشاركه في البطوله أو بطوله السوبر الافريقي بعد ما تاكدوا بقى من سلبيه المسحه الطبيه دخلوا الفقاعه زي ما احنا قلنا. وبيتسو موسيماني كمان كان عقد محاضره بالفيديو مع اللعيبه داخل فندق الاقامه ده قبل الانطلاق بقى للمران، وشمل كمان تنفيذ الجوانب الفنيه والخططيه. بعد كده اكتفى اول يوم هناك كان تدريبات خفيفه زي ما زميلنا العزيز كريم احمد كان نقل لحضراتكم، اول يوم كان فيه يعني تدريب لكن كان بشكل يعني خفيف، وبعد كده بقى عشان ما يحصلش طبعا اجهاد، احنا مش عايزين اي اجهاد تاني يحصل لاي لاعب، فكل التوفيق ان شاء الله. واحنا ان شاء الله هنحاول يكون معانا برده كريم احمد النهارده يدينا اخر المستجدات الخاصه بالبعثه. من المهم كمان نتابع مع حضراتكم حالة اللعيبة المصابة، أيمن أشرف بيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر تحت إشراف الجهاز الطبي عشان يجهزوه للعودة في المشاركة في التدريبات الجماعية والتواجد مع الفريق خلال مباراة نهضة بركان المغربي إن شاء الله. خضع أيمن أشرف لتدريبات منفردة أول يوم على هامش مران الأهلي، واستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي عشان يتعافى تماما من الإصابة ويتم تجهيزه بالكامل للعودة والمشاركة بقوة.
طيب ده بالنسبة لأيمن أشرف. خلينا نطمن حضراتكم برضو على حمدي فتحي، هو أجرى أشعة على الكوع عشان يطمن على حالته بعد جاهزيته بقى ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام اللي كانت الماضية، ده عقب الانتهاء طبعا من البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. وخليني أقول لحضراتكم برضو حرص الدكتور أيمن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي على أن هو يجري له أشعة احترازية برضو للإطمئنان، يعني المزيد من الإطمئنان على حالته بعد ما أصبح جاهز لل تواجد، ده وفقا لرؤية يعني الجهاز الفني. وزي ما احنا عارفين طبعا الإصابة يعني تعرض ليها هو كانت في الكوع، ده لما شارك في مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، واللي تسببت الإصابة دي في غيابه عن التواجد مع الفريق في المباريات الرسمية. إن شاء الله يعني يكون جاهز وما يكونش في أي حاجة في الأشعة الأخيرة. كمان علي معلول شارك في تدريبات الكرة خلال مران الفريق بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي، طبعا كان سبق وشارك قبل كده في جزء من التدريبات الجماعية خلال وجود الفريق في جنوب إفريقيا قبل مباراة سان داونز مباشرة، ورجع شارك امبارح في التدريبات الجماعية بشكل كامل. علي معلول طبعا زي ما اكيد حضراتكم عارفين كان اتعرض للاصابه في العضله الخلفيه، ودي الاصابه اللي بعدته عن المشاركه في التدريبات والمباريات مجموعه كبيره الحقيقه من المباريات خلال الفتره الماضيه، وخضع خلالها لبرنامج علاجي وتاهيلي، وان شاء الله يرجع بكامل لياقته. علي معلول اضافه زي ما احنا عارفين كبيره جدا طبعا. يعني احنا بجد نتمنى عودته في اقرب وقت، فده خبر اعتقد كويس. وطمنا حضراتكم برضو عن الاوضاع الاخيره خاصه باللعيبه الصحيه تحديدا. خلينا ننتقل بقى لبعد كده ونروح لفريق شباب الكرة الطايرة بالنادي الأهلي تحت 17 سنة، ونقول لهم مبروك لأن هم توجوا امبارح بلقب بطولة الجمهورية بعد ما تغلبوا على فريق الصيف في ختام هنا منافسات البطولة. يعني عايز أقول لحضراتكم مش بس إحنا فوزنا، لا الفريق بتاعنا قدم مباراة قوية جدا، نجح كمان في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 3 أشواط نظيفة دون مقابل ليحصد هنا لقب البطولة عن جدارة واستحقاق. يعني مبروك لفريق شباب طايرة الأهلي اللي كمان عايز أقول لحضراتكم قدم موسم مميز للغاية على الرغم من الصعوبات العديدة اللي كلنا كنا بنشوفها واللي الفريق كمان واجهها، وكان ليه قبل كده ان هو سبق يعني وسبق واتغلب على الزمالك بنتيجة 3-1 من كام يوم في نهائيات البطولة. فيعني ألف مبروك وحاجة تشرف، وزي ما احنا بنقول يعني احنا عندنا مش بس فكرة كرة القدم اللي احنا متعلقين او متميزين فيها، لا احنا الرياضات المختلفة في النادي بصراحة اثبتت ده، ومش بس الفترة اللي فاتت الفترات كلها، ولكن الفترة اللي فاتت تحديدا اللي احنا كنا بنقول بعض الرياضات وبعض الأندية كانت مش بس على المستوى المحلي على المستوى الدولي كانت بتعاني يعني من مشاكل كتيرة جدا، ورغم من ده احنا شفنا قد ايه عندنا رياضات مختلفة ولعيبة في الأهلي كانوا بيحصدوا بطولات. فيعني اعتقد دي حاجة بتميزنا وحاجة متوقعة من الأهلي. احنا التليفون جاهز يا جماعة؟ طيب خلينا ناخد كابتن نادر نبيل المدير الفني لفريق الكرة الطايرة تحت 17 سنة. يعني كابتن نادر أنا طبعا في البداية أنا وكريم بنصبح على حضرتك ولازم نقول مبروك، وأداء كمان كان رائع، مش فكر بس يعني إن إحنا فوزنا، لا كمان الأداء كان رائع جدا في ظل هذه التحديات اللي خلينا بنقول بتواجهنا. يعني مبروك كابتن نادر. ربنا يبارك في حضرتك، ألف ألف شكر والله للتغطية الجميلة اللي النادي الأهلي دايما معودنا عليها، والحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله بعد مجهود كبير وموسم صعب جدا جدا. حضراتكم عارفين طبعا الكوفيد واللي بيحصل والتاجيلات الكتيره اللي بتحصل للمباريات، بس الحمد لله يعني ربنا قدرنا، وده طبعا كان مجهود دكتور كابتن دكتور وجيه حمدي رئيس قطاع الناشئين والناشئات، وكابتن احمد زكريا رئيس قطاع الناشئين، الحمد لله طبعا دكتور ايمن ما بنساش مجهوده الكبير، كابتن رمضان الاداري، كابتن كريم جمعه، بصراحه كان مجهود كبير من الجهاز بالكامل. طبعا ما اقدرش انسى اللعيبه اللي تعبوا طول فترات الموسم كان طويل جدا، بس الحمد لله الاولاد كانوا قدها الحمد لله رب العالمين، وربنا كرمنا الحمد لله ببطوله القاهره وببطوله الجمهوريه الحمد لله. عايزه اروح مع حضرتك ليه يعني كواليس اللقاء اللي كان بيسبق اي مباراه، يعني ازاي حضرتك كنت بتتكلم او يعني ايه الدروس اللي كنت دايما بتحب او حريص ان انت تتكلم فيها مع الفريق؟ يعني اكيد كان في تركيز على الروح المعنويه، يعني خلينا نروح مع حضرتك ده، انا عايزه الجمهور برضو يبقى عايش ازاي حصلنا على البطوله، مش فكر بس الماتش اللي احنا شفناه، ما سبق الماتش الكواليس اللي كانت بتحصل. اتفضل يا كابتن. والله كان في الماتشات الاخيره اللي هو الدور النهائي كانت 3 مباريات متتاليه، كان ماتش الزمالك اول مباراه ودي كانت مباراه صعبه جدا، بعد كده تاني يوم مباشره كان ماتش الاتحاد وكانت فرقه ممتازه جدا، بعد كده الماتش الاخير كان ماتش الصيد، ودول كانوا 3 ماتشات في 3 ايام ورا بعض، وده كان طبعا ضغط وحمل عالي جدا على الولاد.
وانا طبعا كنت دايما بنبه عليهم ان احنا نلعب بمنتهى الحماس من اول نقطه، بنلعب من اول نقطه لاخر نقطه بمنتهى الحماس وبمنتهى الجديه، ودايما بعلمهم ازاي يتعلموا ان هم لابسين تيشيرت غالي قوي. صحيح. لابسين تيشيرت النادي الاهلي دايما ما يعرفش غير المركز الاول، يعني المركز الثاني ده بالنسبه لنا احنا كده خلاص ما حققناش التارجت. التارجت بتاعنا هو المركز الاول دايما في كل بطوله احنا بنلعبها الحمد لله. كنت دايما معوده ان هم يلعبوا بمنتهى التركيز بمنتهى الجديه والرجوله، والحمد لله ربنا قدر يكرمنا. وفي نفس الوقت احنا في المباريات بيبقى فيه طبعا نقط ضعف نلعب على الفريق اللي قدامنا، والحمد لله ربنا بيكرمنا الحمد لله رب العالمين. ألف ألف مبروك، وأكيد يعني مباراة كانت صعبة ما هياش كانت سهلة، برضو فريق الصيد يعني في كرة الطائرة دي يعني أو فريق تقيل، فألف مبروك علينا مرة تانية وبالتوفيق دايما كابتن نادر. شكرا لكم. ألف شكر يا فندم، ألف شكر، والحمد لله ربنا كرمنا. وأكيد طبعا كانت مباراة صعبة جدا الماتش النهائي، لأنه كان ماتش الأخير بعد ثلاث مباريات متتالية، فكان مجهود جدا عالي على الأولاد، بس الحمد لله الأولاد كانوا رجالة زي ما كانوا بيعودونا دايما، والحمد لله رب العالمين، والف شكر لكم. شكرا لحضرتك. تيشيرت النادي الاهلي كالعاده اللي يلبسها دي خير. لا بصي، هي ميكس كده عجيب جدا من الشرف، فكره ان انت بتمثلي هذا الكيان العظيم المحترم، شرف وفخر من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه مسؤوليه فظيعه. انا بتفق معاك جدا عيب، يعني ممكن توصل لمرحله العيب اقسم بالله، يعني عشان كده حتى في الالعاب والرياضات المختلفه ومن قديم الازل اللي مش قد القدر ده من المسؤوليه عمره ما كمل في النادي الاهلي، واللي كمل دايما كان مشرف. وعلشان كده برضو اضافه لكلامك، ناس كتير جدا ولاعيبه كتير جدا وشباب كتير جدا بيبقى بالنسبه لهم اصلا ان هم يكونوا يعني محسوبين على النادي الاهلي، دي اضافه او ده حلم، فده كله راجع لتيشيرت النادي الاهلي وتمثله، مش فكره التيشيرت ما يمثل هذا وبما تحمله من روح الفانيلا الحمراء. عايز اقول لك على حاجه برضو، والله العظيم الموضوع ده او الروح دي جايه حتى لينا احنا، يعني شوف احنا مش رياضيين بس احنا بنشتغل في هذا الكيان التابع لي. انا بالنسبه لي احساس حلو، احساس ان انت برضو تحس ان ليك ظهر، احساس ان انت تابع لكيان كبير، فدي حاجه اعتقد اضافه لينا حتى لو احنا مش لعيبه بس حتى كمدعين في القناه، ده شعوري يعني. صحيح، مليون في الميه. طيب تعالوا بقى كما هي العاده، عاده 10 الصبح في الاهلي كل يوم بنتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره المتوقعه وعلى حاله الطقس بشكل عام من خلال هذا الفيديو، نشوفه سوا ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. طيب عشان بقى تكون عندنا معلومات اكثر دقه عن درجات الحراره المتوقعه خلال هذا الويكند، وكمان عايزين نعرف سوا يعني يوم الجمعه الجاي ان شاء الله وتحديدا الساعه 6 مساء بتوقيت مصر، يعني 7 مساء بتوقيت قطر، هتكون درجات الحراره هناك والجو عامل ازاي. احنا معانا للاجابه على هذه الاسئله دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا صباح الفل على حضرتك يا دكتور، منورنا كالعاده. صباح الفل كريم، اهلا بيك حضرتك. ايه كله تمام؟ صباح الفل عليكم وعلى كل الساده ومشجعين النادي. طيب تعالى بقى نمشي بالترتيب كده، رقم واحد بالنسبه لنا هنا في مصر ان شاء الله درجات الحراره المتوقعه والجو بشكل عام خلال الويكند اللي جاي ده، يعني المفترض ان شاء الله تكون عامله ازاي؟ احنا طبعا خلال هذه الايام احنا مستشعرين ارتفاع طفيف في درجات الحراره زي ما ذكرنا قبل كده، قلنا هيحصل مع نهايات الاسبوع، ده مستشعرينه النهارده ومقارنه بامبارح والايام اللي فاتت.
منذ الساعات الاولى في زياده في فتره طلوع اشعه الشمس، بس في نسمات من الهواء ده اللي احنا بنقوله دايما، نشاط خفيف للرياح ده بيقلل شويه من احساسنا بارتفاع في درجات الحراره، وبيخلي الطقس يعني لطيف جدا في فترات الليل. ده مستمر معانا خلال الايام اللي جايه، وده طبيعه فصل الربيع. الحمد لله مفيش تقلبات الحاده والسريعه اللي هي من اهم سمات فصل الربيع. اجواء مستقره بقى لفتره طويله، مفيش ارتفاعات ملحوظه وموجات شديده الحراره زي ما كنا بنشوف في شهر رمضان. امال الموجات اللي من النوع ده يا دكتور محمود متوقع تبتدي تهل علينا امتى بقى ان شاء الله؟ يعني احنا متوقع ان شاء الله وفقا لمخرجات الهيئه العامه للارصاد الجويه في ارتفاع في درجات الحراره هيبقى ملحوظ شويه اعتبارا من يوم الاثنين اللي جاي، وهتوصل في درجه الحراره على القاهره على سبيل المثال ل 38 درجه مئويه. فيعني برضه مش تعتبرش موجه شديده الحراره، لكن الاربعينات لسه بقى ان شاء الله مثلا متوقع في شهر 7 بس احنا شايلين الهم ده من دلوقتي يا فندم. التقيل جاي هو يعني تبقى درجة الحرارة عالية جدا ونسبة الرطوبة ملموسة ومحسوسة بشكل فظيع، وساعات حتى الواحد بيجد صعوبة مجرد في انه يتنفس يعني، فربنا يهون. طيب بالنسبة بقى ان شاء الله يوم الجمعة الجاية بإذن الرحمن ودرجات الحرارة وحالة الطقس في قطر، حضرتك عارف بقى ان شاء الله مباراة الأهلي ونهضة بركان هتكون الساعة 7 مساء بتوقيتهم 6 مساء بتوقيتهم. ان شاء الله ودعونا بالخير باذن الله. بس احنا بنقول بالنسبة للطقس هناك طبعا الجزيرة العربية في هذا التوقيت العام مرتفع جدا في درجات حرارتها، بتبقى قريبة الشبه بأجواء صعيد مصر يعني إلى حد كبير. درجات الحرارة خلال فترات النهار من 40 إلى 42 درجة مئوية، فترات الليل الجو إلى حد ما من 25 ل 26 درجة. اجواء يعني مش كويسه او يعني مش مقلقه بالنسبه لكثير المباراه باذن الله. احنا عارفين الماتش ده بالليل، فالجو هيبقى مستقر ان شاء الله ويصلح يعني بالنسبه للعيبه مش هيتاثروا ان شاء الله. ضغط الجو يعتبر في فترات الليل معتدل في فترات الليل. طيب دكتور محمود انا عايز اروح مع حضرتك لنقطه اخيره معلش، يعني طبعا احنا يعني بنتكلم دايما انا وكريم ان احنا بنفضل الشتاء اكيد وفي ناس زينا كتير طبعا. ولكن فكره هنا تغيير المناخ وتاثيره على تغيير درجات الحراره او الفصول بشكل كبير جدا، ده بنتكلم على العالم كله يعني، بجد احنا ما كناش بنشهد درجات حراره مرتفعه بهذا الشكل في الصيف، فهل احنا كده بنتكلم ان ممكن في السنين اللي جايه يبقى في اختلاف كبير جدا، يعني الصيف يبقى مختلف الشتاء مختلف، يعني احنا هنشهد تغييرات حقيقيه بقى على الارض، لان الارتفاع اللي احنا شايفينه ده برده مش مسبوق قوي يعني. هو التغيرات المناخيه العالم كله زي ما حضرتك ما ذكرتي بيتاثر بيها، ولكن التغيرات مش حاده قوي لفترات قصيره. التغيرات المناخيه بتبقى لمده 50 سنه و100 سنه عشان نستشعر تغير حقيقي يعني على الارض قوي او ملحوظ في المناخ، بيكون على فترات طويله جدا. فلا يعني على السنين القريبة بالنسبة لنا الأجواء يعني التغيرات بتكون محدودة جدا مش بالقوة، إنما احنا بنقول المقالات أو التقارير اللي بتتكلم على التغيرات المناخية بتكون لسنين طويلة جدا زي ما قلت لحضرتك، مش أقل من 50 سنة 60 سنة. أيوة النقطة اللي أنا أقصدها يا دكتور محمود إن إحنا يعني دلوقتي أصبح أعتقد والحضرتك يعني تتفق معايا أو لأ، الحر عندنا زي دلوقتي دول الخليج زمان، يعني الخليج هو اللي كان بيشهد دايما ارتفاع في درجات الحرارة بهذا الشكل، إحنا أعتقد أصبحنا كده، يعني إحنا كنا زمان في مصر ممكن عادي نمشي في الشوارع من غير تكييف في العربية وغيره، وكنا ما نقدرش نعمل ده مثلا في السعودية أو غيره، كان في فرق، دلوقتي أعتقد واحد يعني. يعني ولا حضرتك بتشوفها ازاي؟ هو يعني انا بس عشان صوتي يقطع شويه، بس انا استشفيت من كلام حضرتك ان الجزيره العربيه درجات الحراره ما بقتش مرتفعه بشكل كبير زي زمان. لا بس الجزيره العربيه بترتفع فيها درجه الحراره في الصيف لاكثر من 45 درجه مئويه، واحيانا بتصل الى 50 درجه في بعض الدول زي الكويت زي مناطق من السعوديه. لا درجات الحراره بتبقى مرتفعه جدا نظرا للطبيعه الصحراويه، لان ما حصلش تغير مناخي هناك، طبيعه الارض زي ما هي، الطبيعه الصحراويه في الاماكن دي زي ما هي. التغيرات المناخيه عشان تاثر لازم تغير من طبيعه التربه وطبيعه الكتله الهوائيه اللي بتاثر. ما حصلش تغيير في طبيعه التربه الصحراويه زي ما هي، ارتفاعات درجات الحراره بتبقى قاسيه جدا في الصيف. ده اللي بيتسبب في ارتفاع نسب الرطوبه عندنا، لان الكتله الهوائيه شديده الحراره اللي بتبقى جايه من عندهم هناك، تمام، منخفض الهند الموسمي بمرورها على البحر المتوسط
بتنخفض في درجة حرارتها وتشيل كمية كبيرة جدا من بخار المية، ده اللي بيرفع الرطوبة ل 90% على جمهورية مصر العربية لما تبدأ تخش هذه الكتلة. إنما لو درجات الحرارة مش عالية عندهم في الصيف، نسب الرطوبة مش هتبقى عالية عندنا في جمهورية مصر العربية. ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله ويهون درجات الحراره المرتفعه على كل الناس في كل مكان. احنا شاكرين لحضرتك جزيل الشكر دكتور محمود شاهين، صباح الفل عليك. كان بيقول حاجه خط قطع معلش، بس حسيت ان هو هيشكر في سؤالي غالبا. كان هيشكر غالباً. في سؤالي. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب بنرحب بحضراتكم مره ثانيه. خلينا دلوقتي نروح بقى لاخبار النادي الاهلي وفرق المختلفه زي ما احنا متعودين. هتكون معانا من النادي الاهلي دلوقتي زميلتنا مريم سميح. مريم صباح الخير، بنرحب بنرحب بيكي انا وكريم. صباح الخير. صباح الخير يا نوان، صباح الخير يا كريم، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اتفضلي يا مريم سامعينك. طبعا يعني يوم جديد من داخل مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره، هيكون معانا اخر اخبار النادي الاهلي سواء على مستوى الاجتماعي وكمان على مستوى الفرق الرياضيه الاخرى. خلينا الاول نبتدي كده بالاجواء العامه داخل مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. يمكن كان توافد الاعضاء في صباح اليوم الاربعاء يعني مختلف واكثر كثافه عن الايام الماضيه او على مدار الاسبوع الماضي. يمكن كل ما بنقترب من نهايه الاسبوع يمكن بيبقى التواجد اكبر من الأيام الماضية. خلينا كمان نتكلم عن درجة الحرارة النهاردة الأربعاء. كان في الصباح الباكر منذ تواجدنا يمكن في تمام الساعة 8 صباحا كانت بتتراوح درجات الحرارة في يعني حدود 28-29 درجة مئوية، ومن المتوقع ليها ان هي ترتفع على مدار الساعات المقبلة. يمكن كمان يعني الطرق المؤدية لمقر النادي الاهلي هنا بالجزيرة فيها سيولة مرورية ولكن في زحام في بعض المناطق البسيطة ابرزها كوبري السادس من اكتوبر ومحور 26 يوليو. خلينا كمان نتكلم عن حالة الاهتمام والترقب اللي بتسود على أعضاء النادي الأهلي مع اقتراب طبعا موعد مباراة النادي الأهلي ونهضة بركان طبعا في السوبر الإفريقي. حالة من الترقب زي ما قلنا ونوهنا، كله بيتكلم على ان هم مستنيين البطولة الغايبة عن خزائن النادي الأهلي منذ عام 2014، ولكن كلهم ثقة طبعا في الفريق الاول للنادي الاهلي. وكمان يعني يمكن وعد مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بان هو او ان هو يعيد هذه البطوله مره اخرى لخزائن النادي الاهلي، يمكن مديالهم حاله من الاريحيه خاصه ان هم كمان كانوا بيتكلموا هنا في اروقه النادي الاهلي ان بيتسو موسيماني دايما قد المباريات الكبيره. كمان خلينا نتكلم عن انه ما زالت تسهيلات النادي الاهلي لاعضائه الراغبين في تلقي يعني لقاح فيروس كورونا لسه مستمرة، وكمان الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والقائمين يعني على هذا الموضوع بالتحديد لسه مستمرة برضو، خاصة ان هم بيبذلوا جهود كبيرة جدا بالتعاون مع وزارة الصحة. كمان يعني لسه مستمرين على الإجراءات وإعداد الكشوفات والأكواد الخاصة بأسماء الأعضاء هنا بالنادي واللي بيتلقاها طبعا مكتب الخدمات، ده كمان علشان يتم إبلاغ الأعضاء خلال الفترة المقبلة سواء بموعد أو مكان تلقي اللقاح. ننتقل دلوقتي لأبرز يعني أخبار الفرق الرياضية الأخرى بالنادي الأهلي. شباب طائرة الأهلي توج بلقب بطولة الجمهورية، ده طبعا تحت 17 سنة شباب طائرة الأهلي بعد أن تغلب على فريق نادي الصيد في ختام منافسات البطولة. عايزين نقول بصراحة أن شباب فريق الطائرة حققوا أو قدموا مباراة قوية جدا على مدار الأشواط ونجحوا في إنهاء اللقاء لصالح النادي الأهلي بنتيجة 3 أشواط نظيفة دون مقابل. كمان يعني ده ليحصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق. شباب طائرة الأهلي قدموا خلال الموسم الماضي قدموا موسم مميز جدا على الرغم من الصعوبات العديدة اللي واجهت الفريق. كمان تغلبوا على الزمالك عايزين نقول يوم الأحد الماضي طبعا زي ما كلنا عارفين بنتيجة 3-1 في نهائيات البطولة، وكمان عقب نهاية المباراة أمس الثلاثاء أو عقب التتويج
التتويج بالبطوله، كمان كان ليهم احتفال خاص واستلم شباب طايره الاهلي والجهاز الفني الخاص بالفريق، استلموا ميداليات المركز الاول وكمان كاس البطوله، وكان ليهم احتفال خاص جدا بصراحه بعد ما يعني حسوا ان هم قدموا موسم مميز وكمان مباراه مستحقه ومسيره مميزه. عايزين كمان نفكر يعني السادة المشاهدين ان النهاردة هيواجه في السادسة مساء اليوم الاربعاء الفريق الاول لرجال كرة الطائرة الماسترز طبعا بالنادي الاهلي نظيره طلائع الجيش في اطار مؤجلات الدوري الممتاز موسم 2020-2021، وده طبعا بعد ما تم تأجيل المباريات نظرا لظروف او اصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا. كمان بيتصدر الاهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة. الحقيقة ان يعني رجال طائرة الاهلي خاضوا 20 مباراة كسبوا او حققوا الفوز في 19 مباراة وخسروا في مباراة واحدة فقط، وبيتبقى لهم مباراة واحدة فقط كان من المقرر ان هي تقام يوم 25 مايو الجاري، ولكن تم تأجيلها لتقام يوم 2 يونيو المقبل، وهو هيكون لقاء القمة ما بين الاهلي والزمالك. ده طبعا يعني علشان يتبقى للنادي الاهلي مباراة واحدة فقط حتى يحسم اللقب. كمان عايزين نقول ان شباب سلة الاهلي 16 سنة حققوا فوز مهم جدا امس الثلاثاء على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 57-54، ده طبعا ضمن منافسات نهائيات بطولة الجمهورية. اخيرا عايزين نفكر كل مشاهدينا بمواعيد الفريق الاول لكرة السلة رجال طبعا ومواجهاته مع الاتحاد في نصف نهائي دوري السوبر واللي بيقام بنظام باست اوف فايف، يمكن هتبتدي او هتنطلق يوم 6 يونيو، ثم 8 يونيو، ثم تباعا 10 يونيو، ثم 12 يونيو، واخيرا يوم 14 يونيو. دي كانت الاجواء هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره وكمان ابرز اخبار الفرق الرياضيه الاخرى. بشكركم جدا، عوده للاستوديو مره اخرى. لا وكمان انت اديتينا يعني اخر المستجدات من ناحيه الطقس ومن ناحيه الاقبال على النادي، شكرا جدا، تغطيه اكيد اكثر من رائعه يا مريم، شكرا. نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة الشروق ونقابل زميلتنا العزيزة ومراسلتنا هنا أبو القاسم اللي هتقول لنا على آخر الأخبار الرياضية المتواجدة في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. هنا صباح الفل عليكي، وإيه التمويه اللي أنت عملتيه معانا النهاردة؟ أول مرة تطلعي لنا بقى من مكان تاني غير مقر النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الفل عليكي وتفضلي سامعينا. صباح الخير عليك يا كريم ويا نهاوند وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. من داخل مقر جريده الشروق واخدكم في جوله لابرز اخبار الصحف الرياضيه الصادره اليوم. قبل ما ابدا جولتنا الصحفيه خلوني في البدايه افكر جميع مشاهدينا بمباريات اليوم، مباريات الدوري المصري الجوله ال 24. فريق البنك الاهلي هيواجه سموحه في تمام الساعه 5 على استاد بترو سبورت، وفريق سيراميكا كليوباترا هيواجه ام بي في تمام الساعه 7 مساء على استاد السويس الجديد. كمان هيكون في مباراة هامة جدا وهي نهائي الدوري الأوروبي بين بطل أسبانيا فيا ريال وبطل إنجلترا مانشستر يونايتد في تمام الساعة 9 مساء. خلونا بقى دلوقتي نبدأ جولتنا الصحفية، والبداية من موقع اليوم السابع. جماهير الأهلي في قطر تستعد بلافتات نادي القرن قبل السوبر الأفريقي. يعني رابطة جماهير الأهلي في دولة قطر قامت بتجهيز عدد من اللافتات لتشجيع الفريق ومؤازرته طبعا في مباراة السوبر الافريقي اللي هتكون يوم الجمعة طبعا النادي الاهلي امام نهضة بركان المغربي. طبعا ده دعما للفريق وتشجيعهم على الحصول على لقب السوبر الافريقي. يعني بعض اللافتات كان عليها صور للاعبين وكمان بعض شعارات النادي الاهلي زي اعظم نادي في الكون ونادي القرن. وطبعا حابة اضم صوتي لصوت كل الجماهير الاهلاوية واتمنى لفريقنا كل التوفيق وان شاء الله يرجعوا مصر متوجين باللقب. خلونا دلوقتي نروح لبوابة الشروق. طارق مؤمن ونوران جوهر يتأهلان لنصف نهائي بطولة الجونة للسكواش. طبعا أمس انطلقت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للسكواش البلاتينية PSA، وطبعا بتستضيفها مدينة الجونة. امبارح شهدنا تأهل المصري طارق مؤمن والنيوزلندي بول كول في منافسات الرجال، وأيضا اللاعبة المصرية نورهان جوهر
الزهر والأمريكية أماندا صبحي في منافسات السيدات، على أن يتم طبعا لعب المباريات المتبقية ونصف نهائي البطولة مساء اليوم. بنتمنى طبعا التوفيق للاعبين المصريين ودايما يرفعوا اسم مصر. كمان حابة أؤكد أن الحقيقة اللجنة التنظيمية كانت حريصة جدا على تطبيق جميع البروتوكولات الاحترازية طبعا بسبب فيروس كورونا، وكانوا الحقيقة كل ده حفاظا على جميع المشاركين من تفشي الفيروس. طبعا البطولة بتقام هنا من 9 سنوات، لكن الحقيقة المميز جدا السنة دي ان جميع المباريات هتكون في الجونة، بالتحديد بالملعب الزجاجي بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. يعني هي بدأت من يوم 22 مايو وهتستمر حتى يوم 28 مايو. واخيرا من جريده الشرق الاوسط، نهائي الدوري الاوروبي اليوم فرصه ذهبيه لعوده مانشستر يونايتد الى منصات التتويج. يعني زي ما قلت النهارده طبعا هتكون مباراه مهمه جدا، هو نهائي الدوري الاوروبي بين بطل اسبانيا فيا ريال وبطل انجلترا مانشستر يونايتد. يمكن مانشستر يونايتد كان توج باللقب عام 2017، لكن الحقيقه انه الفريق اليوم مختلف تماما عن مانشستر يونايتد في 2017. يعني يمكن الوحيدين المتبقيين شاركوا في مباريات اليوم هما بول بوجبا وماركس راشفورد. يعني غير كده طبعا كل الفريق هيكون مختلف، ومن المتوقع مشاركتهم بشكل أساسي في المباراة. كمان حسب ما ذكرت جريدة الشروق، ففريق مانشستر يونايتد اليوم أفضل بكثير وأقوى بكثير مما كان عليه تحت قيادة مورينيو في عام 2017. يعني يمكن بس كل ما ينقصه هو التتويج بالبطولات والألقاب، وإن شاء الله النهاردة هتكون فرصة ذهبية للفريق. يعني دي كانت أبرز الأخبار في الصحف الرياضية. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكر الجزيل الشكر زميلتنا العزيزة هانا أبو القاسم اللي كانت متواجدة في مقر جريدة الشروق، وطبعا الشكر موصول للزميلة العزيزة مريم سميح المتواجدة في نادي أهلي الجزيرة. شكرا جزيلا لكم. نطلع فاصل ولا هنعمل ايه؟ فاصل عايزين ننوه يعني عن السؤال بتاع السوشيال ميديا خصيصا. كنا بنسال حضراتكم بتوقعاتكم يعني مين هيسجل اهداف الاهلي. احنا متوقعين، مش متوقعين، احنا متاكدين باذن الله ان هيكون في يعني فوز للاهلي، بس كام هدف بقى او يعني النتيجه هتبقى كام ابعتوا لنا على السوشيال ميديا، مهم جدا. وتوقعوا كمان مين اللاعب اللي هيحرز الاهداف. انا بس عايزه قبل ما نروح فاصل سريع تعقيبا على الخبر الخاص ببطوله الجون الدوليه للسكواش، هي دي النسخه 9 زي ما هنا قالت لنا. بس خليني اقول لك على حاجه، يعني دي بطوله كانت في غايه الاهميه لما اتعملت، لان انت كمان انت مش بتروج بس للرياضه، انت كنت بتعملها كشق تابع للرياضه السياحيه او السياحه الرياضيه، فدي كانت حاجه مهمه جدا. الجونه وقتها يعني مش بس حصل لها دعايه كبيره جدا، والجونه احنا بنتكلم لما تعمل دعايه لمكان زي ده او مكان شهير زي ده في مصر اكيد انت تعمل دعايه تشجع السياحه كمان في البلد، فدي كانت حاجه محترمه جدا. لعيبه من مختلف انحاء العالم بتيجي طبعا عندك، فيعني بجد كانت بطوله محترمه. وفي نفس الوقت يعني انا عايزه اقول لك انا كنت من كنت اول سنه البطوله تقام في مصر، يعني في الجونه تحديدا انا قدمتها، فانا دي برده ذكرى انا بحبها. يعني البطوله دي انا بحبها لان كنت من اول من شاركوا كمان في تقديمها، فما طبعا عمرو منسي، فيعني كل التوفيق وحاجه محترمه. ولعيبه كتير جدا، يمكن اكتر من 90 لاعب من كل انحاء العالم في النسخه الحاليه شارك في حاجه، يعني سيدات ورجال، لان هي على فكره ابتدت رجال بس بعد كده سيدات، كانت تقريبا 2016. جميل، ان شاء الله يكونوا موفقين وتكون دوره جديده ناجحه لهذه البطوله. هنستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي معاكم بقى اولى فقراتنا الحواريه. اتفضل. رمضان خلص والعيد والعزومات وغيره وغيره، داخلين على الصيف بطبيعه الحال. كل سنه الوقت ده الناس كلها بيبقى تركيزها ازاي اخس، ازاي اعمل شيب كويس لجسمي، فناس كتير بتلجا لحاجات او اساليب مختلفه. خلينا نعرف بالظبط ايه الاساليب الصحيه، وازاي كمان على مدار السنه نقدر ان احنا نحافظ على جسمنا من غير دايت شاق، وفي نفس الوقت نمارس رياضه ونبقى حابين ده، لان الموضوع برده فيه تحدي او صعوبه شويه. خلينا على كل حال نرحب زي ما كنت بقول في بدايه الحلقه ايكون بصراحه، دكتور انجي الصلح، خبيره الحركه والرياضه وفي نفس الوقت يعني استاذه في الجماعه. يعني صباح الخير. صباح الخير. بجد انا مبسوطه شخصيا انك معانا، بجد نورتينا. ميرسي قوي 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 على الفرصه دي.
ان الواحد يتلم ويتكلم على النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي طبعا. هي فرصه أوي عظيمه لينا ان احنا نلتقي بحضرتك منورانا. ربنا يخليك. احنا بنقر واقع الحقيقه، مفيش اي مجامله. حضرتك من قديم الازل دايما طول عمرك ايقونه للجمال وللشباب المتجدد. واكيد دي برضو من ضمن التفاصيل اللي عايزين نعرف اسرارها من حضرتك، بس لما يعني نوصل دي كل لما نوصل يعني ما تيسر كده. احنا الحقيقه عندنا يعني دايما الفقره دي بتكون مهمه لكل الناس، لان كل واحد وظروفه، في اللي عايز يفقد وزن، في اللي عايز زي حالاتي يكسب وزن، في ناس بتروح تمارس رياضه عشان تكتسب كتله عضليه وما بيحصلش. يعني في عندنا انماط مختلفه للاجسام، فبرضه من ضمن الحاجات اللي عايزين نتكلم مع حضرتك فيها فكره ان ممكن انا وحد تاني نروح نعمل تمارين معينه هو يكتسب كتله عضليه وانا افقد وزن مثلا، ايه اللي بيخلي الفروقات دي بتحصل؟ طبعا ده كله كومبليكيتد، يعني في حاجات كتيره قوي. وأول حاجة هي إن الواحد لازم يفكر إن يمارس، مش يمارس الرياضة بس يعملها من بنفس، ودي أصعب حاجة. من أصعب الحاجات إن الواحد يغير الروتين بتاع حياته أو حياتها ويبتدي يعمل حاجة لنفسه. فعشان كده أكتر حاجة إن أول زقة أول بوش هي دي أصعب حاجة. وبعدين انا بقول في ناس مش ما عندهمش، مش هيبقوا جنب الجيم او عندهم استوديو، او يعني المشي طبعا اهم حاجه، وان يبتدوا يمارسوا حاجه اسمها نظام. مش احنا بنتكلم دايما على نظام غذائي، ما فيش غير الناس يكلموا ايه الدايت، وانا ضد الحاجه اسمها دايت. النظام في التمارين بالظبط زي نظام في الاكل، بتبقى حاجه بتمارسها continuously لايف ستايل، يعني مستمر ان ما تقدرش ترجع تبقى حاجه بقى فيك او فيها، يعني عاوزه تعمل حاجه عشان تحس ان في حاجه غلط. خلاص لو ما اكلتش اكل صحي، لو ما رحتش الجيم، بس الديوريشن ده او يعني التوقيت ده اللي هو يخليني خلاص جسمي اخذ او انا حياتي بقت كده، قد ايه؟ شهر اتنين قد ايه؟ ده ياخد شهر او شهرين، بس على اهم حاجه على حسب دي. اوكي. اللي عايز اللي عاوز حاجه. ما احنا عاوزين دايما بنتكلم على الاكل ونقول احنا عاوزين ناكل. اوكي. دي حاجة عايزين نخس بس ناكل، يعني بس ناكل. بس النهاردة عاوزة أكل حاجة. طيب رجعينا بقى دكتورة برضو بعد إذنك لتفصيلة الاختلافات اللي ما بين أنواع الأجسام المختلفة. هو في ثلاث أنواع، في هو لاتينيش اندموف اكتموف وميزموف، ثلاث. يعني الميزموف بيعمل عضل. أوكي. مهما هي ولا هو عملوا اي حاجه تلاقيه كون عضلة طارق، عندهم يعني جسمهم ماسك يعني. أوكي. وعندهم مشدود وعندهم. أوكي. العضل الموجود. اوكي. الاندوموف اللي بتبقى رفيعه وبعدين بتنزل. أوكي. على كيرف. اوكي. والاندوموف والاكتوموف بتيت. يعني احنا ثلاث انواع الاجسام عندنا ثلاث. انا مين فيهم يا فندم؟ انت الاول ولا انا؟ لو انا موف اكتموف. انا عندي موف اكتموف. اكتموف عشان لو حد سالني برضه ابقى جاهز بالاجابه. بالظبط، يعني ان مش بنعمل عضل بسهوله. اوكي. طب تعالي نمشي واحده واحده. الناس اللي من النوع ده يعملوا ايه عشان يكتسبوا كتله عضليه او عشان يزيدوا في الوزن؟ هو مش على الزياده في الوزن او يعملوا عضلات، ان يواظبوا التمارين، يواسبوا أنواع مختلفة من الرياضة. أوكي. يعني مش يمسكوا على بيلاتس أو يمسكوا على يوغا أو ينوعوا عشان ما حدش يزهق برضو وما يبقاش حاجة الجسم مش بيزهق كمان. ما تنسيش الجسم بيزهق بعد فترة، خلاص ممكن بتزهق. أوكي. يمكن مش الواحد مش هيعمل العضل كتير أو مش هيدخن كتير، بس هيعمل شيب. أوكي. يعني العضل هيبقى طويل، هيبقى يعني هيبقى فيه باور في الجسم. أوكي. مش هتبقى حاسس بتلقلق او تعبان. أوكي. فده ميزه طبعا، ده ميزه ان تقدر تاكل وفي نفس الوقت تعمل تمارين كتير وفي نفس الوقت بتظبط الشيب. الشيب المهم في اي نوعيه من الاجسام، الشيب اهم حاجه.
يعني مش لازم ابقى ستالون يعني يعني مش للدرجات يعني. طيب بالنسبة لبعض الناس، مش هقول بس بادي تايب معين، بس بالنسبة لبعض الناس يعني ممكن يكونوا بيروحوا جيم فترة ولايف ستايل هيلثي فترة، وبعدين نرجع تاني ونبوظ الدنيا وهكذا، يعني في السنة مثلا شهرين كده وثلاث أربع شهور لا. فدول صعب جدا إن هم يوصلوا للنتيجة يعني. أنا منهم بصراحة. إزاي يعني إزاي نقدر نتغلب على ده؟ لأن برضو مهما حاولنا، مهما كانت في عزيمة، حتى لما بنلاقي نتيجة حلوة وننبسط بنرجع تاني. في 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 ده الفوكس والكونسنتريشن. يعني إذا الواحد ما يكونش عنده الديسيبلين في أي حاجة، يعني أنت جيتي قاعدين جايين من وقت وعادين وبروفيشنال، فالمخ على طول بيتأقلم مع الظروف المحيطة. الناس لازم يعرفوا ان الحركة في الحياة هي ايه. ما احنا اسهل حاجة ان اقعد واقول مش مليش نفس اتحرك. وده بيحصل يعني في نوع كسل او تعبانة، يعني من مش بتسمعي كتير انا تعبان ولا مش قادر اتحرك. انا الوقت اللي انت تعبان فيه اتحرك فيه. اوكي. يعني عشان يقتل الاحساس. يقتل يعني الاحساس. اوكي. فاهم ازاي؟ يعني الوقت اللي انت جعانه 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 مش لازم تاكلي كل حاجه. حاجه صغيره. فده بتتعلم الديسيبلين. طيب على ذكر الاكل برضو، بقينا مؤخرا نسمع عن انواع للريجيمات او للدايت مختلفه، زي الكيتو دايت، زي الكاربلس، زي الكيميكال. فالحاجات دي في ناس مقتنعه جدا بيها وبفعاليتها، وناس تانية متخوفه جدا ودايما عندهم معلومات كده بيجيبوها من على الانترنت ان لا مثلا الكيتو دايت ده بيضر كذا وكذا، وان الكيميكال ده بيضر كذا وكذا. يعني الناس اتقسمت ما بين مقتنعين ومش مقتنعين، الصح ايه؟ ما هو المشكله الانترنت، ومشكله ان تجوجل على طول. طب اول حاجه تعمليها تجوجل وتقولي ايه ده باين عليه كويس. اوكي. او العكس زي التمارين، تلاقي زوم مش زوم يعني حاجة على الانترنت وتلاقي عندها عضل وشايلة 50,000 مش عارفة ايه ونازلة اوبا ونط. طب يمكن ده مش هينفعك، مش هينفعك. فاهم؟ الاكل نفس الحاجة. اهم حاجة في الاكل اللي انا بشوفها ان الواحد ياكل كل 4 ساعات كمية صغيرة. اوكي. ليه؟ ان بتخلي نفسك مش جعان، وفي نفس الوقت بتاكل الكميه اللي انت محتاجاها، مش مستني الباور للحركه ومش مستنيه ان تبي هتموتي من الجوع. عشان ساعتها ممكن اكل اكتر وجبه باليوم كله اصلا. بالزبط. ده بيحصل يعني. انت تقدري ما تاكليش حاجه صبحيه وبعدين بوم صح الساعه 6 بوم والى الابد. في رمضان كان كده. لا الواحد بيبقى صايم بعدين تيجي تقول طب هاكل، لا مش جعان قوي في الوقت الافطار. لا اول حاجه يعني اخدت شويه مش عارفه ايه، اخدت بلحايه بعد كده. طبعا الموضوع بيصعب جامد. طبعا يعني بيحصل حاجات غريبه قوي. احنا يعني عموما في مصر وبتهيألي في العالم العربي اكيد برضو يعني ثقافتنا الغذائيه محتاجه تتظبط، يعني بالمقارنه بدول ثانيه. وحضرتك برضو ادرى مننا بهذا الامر بحكم ان حضرتك عندك يعني في انت ميكس لطيف جدا انجلش وانجليزي. بالظبط. لبناني انجليزي وبرضو عايشه في مصر بقالك فتره. فانت شايفانا فين بالمقارنه بدول الغرب في الحته دي؟ يعني انا شايفه في مصر من احلى الاكلات حتى في لبنان. يعني انت لما بتاخد عندك ملوخيه، عندك باميه، عندك فاصوليا، يعني كل الاكل غذائي. يعني انت لما انا افكر فيها طبعا مش لازم احط كيلو زبده فيها. ما يعني بقولك على حسب بقى كمان التصنيع البروسيسنج يعني انا بالظبط يعني فاهم ازاي. بس لما تبص في الاكل نفسه، الفول مفيد بطبيعه الحياه، الطعميه
الطعميه مفيده الزيت عادي؟ ما انت على حسب بقى، مش هتاخدي الزيت بقى العربيات يعني تتاكدي الكلام ده ليه؟ ده مسار جدل ما بيننا، بحاول دايما اقنعها انا بمساله عربيات الفول والطعميه، بس هي بتقاومني. لا بس قايلين العربيات بس طبعا الزيت. وبعدين طبعا اذا اكلت من الـ من الـ من العربيات ده من احلى الطعم اهو، شفتي بقى. بس طبعا انا بخاف من الزيت بس. ما عشان كده يعني فهمت عليك. طبعا يعني ده الحاجه الوحيده. فلما تفكري اي حد في البيت، ما انت تقدري تعملي اكله حلوه بغير ما تلازم الاضافات اللي هي الاضافات بتكتب على النفس اصلا وبتتخن مش صحيه. فعشان كده انا بقول لك يعني انا البروجكت الثاني بتاعي ان اعمل كوزين، يعني اتعلم مطبخ صحي اللين كوزين. ليه؟ ان ناس كتيره يعني اوريدي ابتديت، فده من احلى الحاجه ان انت تطبخ لنفسك كمان. وهنا ابتدت اكتر يعني الواحد مش طب دكتور انت عايزه اروح معاكي لنقطه مهمه، بما ان احنا يعني السنه اللي فاتت شهدنا تغيير شامل في العالم. ما بقاش في جيم في معظم انحاء العالم، رجعت في بعض الدول بنسب برضو ساعات معينه، فاللايف ستايل بتاع الناس تحديدا الرياضيه اختلف. وفي نفس الوقت الناس اللي هي بدات وعايزه تواظب بقت القصه كلها دلوقتي اونلاين، وحضرتك بتعملي حاجات زي كده. انا عارفه، فبرضو ازاي الاقبال عليها، وازاي حد برضو لسه بيشاور عقله تشجعيه، يعني ازاي نروح ونستفيد يعني انا بشجع الناس قوي 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 يعملوا زوم اونلاين. وان بتبقي انت في مكانك يعني طب. فمش لازم في اريحيه يعني اريحيه تعملي سبيس صغير وفي نفس الوقت ده بيجي لك فهمتي عليه لغايه يعني عندك يعني. لغايه عندك دلوقتي المدارس كلها اونلاين صحيح، وحتى لما نرجع ان شاء الله بعد الكوفيد 19 وكل الحاجات دي هيبقى حاجه دايما الاونلاين هيبقى مستمر. يعني انا ابتديت الزوم ازاي؟ سافرت رحت كنت هنا بدي كلاسات، وبعدين اضطريت اسافر ان كان خلاص يعني كانوا قافلين كل المطارات. رحت على كندا عامل ايه؟ طب ما انا عندي ناس هنا وعندي ناس في سويسرا وعندي ناس يعني عملت ايه؟ زوم طبعا، عملت زوم اونلاين. وإشان الكوفيد عملت شهرين فري يعني إشان الناس يحسوا ان ايوه كل حاجه لوك داون. فاكره كنا كلنا لوك داون كل العالم طبعا. طب الاحساس كان الحاجه الوحيده اللي كنت اقدر اعمل كونتريبيوشن. ازاي اعمل كونتريبيوشن؟ كان ان ادي الزوم كلاسز يعني للعالم. كنت عندي من كندا، كنت عندي من سويسرا، كنت عندي من هنا من ايطاليا يعني من العالم. بس ازاي التزم يعني انا دلوقتي شخص يمكن بتحجج شويه ان الدنيا زحمه ومش عارف ايه، وجبتي لي الجيم في البيت، طيب برضو التزم ازاي وانا في البيت؟ ما ممكن الزوم مش هتعرفي انا موجوده بتمرن ولا لا. لا يعني هعرف ازاي بقى؟ ما هو طبعا انا ممكن اطلع في لا ما تنسيش يعني هتتكشفي باختصار ما فيش فايده مش هتطلعي منها ما تجربيش. بتدي حجج عشان يعني بتحصل. لا بصي انا عندي ويب سايت اوكي ما هو مش اي كلام رايتر. الويب سايت انجيسولح.com بتخشي على الويب سايت وبتعملي بعد بتبصي لوجن نيم مانث سيلكت يور كلاس مش عارف لوجن وبيمنت كريدت كارد بكلام فاضي اوكي خلاص بقى عليك ايميل ان اللينك هو اللينك كذا اوكي وانت يعني خلاص بقيتي ريجستد خلاص يور ريجستد فهمتي علي؟ فانت هتقولي طب ما اجرب اشوف ايه اللي بتعمل ايه انجي دي. هتبصي هتلاقي هتدخلي هتلاقي حد بيكلمك هاي ازيك اخبارك ايه يعني وهنبتدي. بس خدي بالك في الحركه دي كريم ما تعملش ده يعني
بوضب الكلاس كاني انا قدام. يعني هيك بتنصحي الناس دلوقتي اللي هم مش عندهم القدره او المقدره سواء الماديه او حتى في الوقت او مثلا في لوك داون في البلد بتاعتهم ان هم يروحوا لاي زوم ميتنج اونلاين او اي تدريبات اونلاين؟ دي افضل حاجه ليهم. يعني اختار اللي انت عايزه. اي حد يعني انا دلوقتي في مصر اوكي بعمل زوم وعندي ناس في الزمالك وقطامية وانا في نيو جيزة. ما هيجوا. احنا عملنا اعلانات قد كده دلوقتي. نطلع فاصل بقى. طلبها كده. أيوة. طلبها كده. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك مرة تانية. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. عوده لعشرة الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده وضيفتنا العزيزه الجميله اللي منورانا دكتوره انجي الصلحي واللي طبعا لسه عندنا ملفات كتير عايزين نتكلم مع حضرتك فيها. نبتدي من فين بقى بعد العوده؟ نبدا من الاكلات المفيده يعني. وايه التيبس اللي حضرتك تديها لنا سواء حاجات تتشرب او حاجات تتاكل تساعد على الباور تدي باور للبني ادم وفي نفس الوقت ما تخنيش او حاجات تحرق دهون تساعد على حرق دهون؟ فاكيد حضرتك تعرفي يعني أكثر. طبعا بخاف اتقل على كده الناس هيحسوا ما لازم اكل ده مش لازم اكل ده. لا يعني احنا بندي تيب بقول على ان جنرال الاكل انا اللي بشوف كل اربع ساعات زي ما انا كنت قلت لكم سواء بروتين واذا حد عنده ويت بروبلم يشد شويه من الكربوهيدرات. طبعا العيش كارثه يعني هو مش كارثه من احلى الحاجات هو ما ينفعش نستغنى عنها بس يعني هو لازم في الاول يعني يبقى في ويدرول شويه يعني انت عارفه زي صحيح. القهوه زي الشاي ال- ال- الواحد بيشرب اعراض انسحاب العيش ما انا بقول نفس الحاجه الدخان ما لحقش نفس الحاجه يعني انا بشوف اكلات بتبقى نفس الحاجه ادكت طبعا صحيح فيها ادمان ازاي بيبقى في ويدرول في ناس مثلا مدمنه شوكولاته يعني دي اهم حاجه انت عارفه لازم تبصي من ناحيه يعني مش ساعات بيسالوكي طب لما اسالك ايه نفسك تاكلي اذا جعانه ايه هي اول حاجه تيجي همبرجر كريم عربيه الفول اللي كنت بكلم حضرتك عليها من شويه ما خبيش عليكي حضرتك مش غريبه نعم هتلف تقول طب يا انجي انت نفسك في ايه بوم ايه ده ولا حاجه فعلا مفيش اي تفضيل لصنف معين عشان من كتر ما انا عندي فوكس في حاجات تانية ما عنديش الفوكس نفسي في حاجه يعني you don't crave يعني نفسك ما بتجيبكيش لاي حاجه يعني it's very sad يعني بس يعني زي القهوه اقدر اشرب شهر وشهرين قهوه وان خلاص ما فيش قهوه اوكي دي سيطرة على النفس صعبة هو يعني الديسيبلين انا يعني انا باليرينا اوكي واسال اي حد اللي في مهنه الباليه بنشتغل عندنا فوكس جامد طبعا مش بقول على الفنانين في حاجات تانية انا مش قصدي ممثل نفس الحاجه الباليه انا بس بتكلم طبعا. على حتتي طبعا فالباليه بتخليك تبقى بروفيشنال ومن سن صغير وعارف بتعمل ايه يعني طب. لا ونمط حياه إيه؟ ثابت ومحافظ عليه طول العمر ونظام غذائي ما بيتغيرش الناس طبعا بيملوا لما بيقعدوا بيفتكروا انا بعمل ريجيم انا ما عملتش ريجيم في حياتي ابدا ما احتجتيش تعملي ده ومش بس كده انا اديت حاجه اقول لك لازم تعملي ريجيم لا انا اقدر اقول لك شيلي شويه من كذا أوكي. او جربي كذا بتقولي ان احنا ناكل عادي بس ناكل بورشنز قليله بورشن الصغير يعني مش لازم يعني زي بيفيه مش بتبص تروح البيفيه تلاقي تملى الطبق طب ليه ما اقدر اروح خمس مرات كل شويه اخد حاجه صنف على الخامس مره اكون بقى خلاص شبعت ده المفروض المفروض مش هروح هناك بقى برضو اكيد من ضمن الاسئله اللي بطبيعه الحال بتتسال لحضرتك كتير فكره الحفاظ على الحيويه وعلى الطاقه وعلى الشباب المتجدد يعني احنا برضو من ضمن الحكايه اللي ليها علاقه بهويتنا في العالم العربي احنا بعد مرحله سنيه معينه حتى بيننا وبين نفسنا طبعا مش كل الناس كده بس يعني شريحه كبيره من الناس خلاص بقى بيبقى ده احساس علينا ايوه والله الكلام اللي بنسمعه من اهالينا ان خلاص بقى وهم يعني. في صحتي والعظمه كبرت وتسمعي شويه اكسبريشنز كده يا كريم بقى نقعد نوقوق لا في ناس بتوقوق فعلا
انا من الناس دي على فكره لسه ده بقولها كل يوم. كريم في الفورتي يا كريم. كريم 40 اما تبقى اي حاجه مش على هوايه اقولها انا سني مش بتاع الكلام ده خلاص بسحب نفسي. لا لا فبعيدا عن الهزار ده توجه دي تندنسي عند ناس معينه طبعا. فالناس دي المفروض يغيروا ايه في طريقه تفكيرهم قبل حتى نمط حياتهم؟ لازم يغيروا من جوه. يعني انت عارف لما تبص على الحياه حلوه في حاجات حلوه بس اذا تبص عليها وتلاقي حاجه نيجاتيف ما هتضطر تبص وتبقى نيجاتيف في تفكيرك. فانا عندي حاجه اسمها باور اوف بوزيتيفيتي. طب انا جايه دلوقتي اقعد معاكم صح؟ طيب احنا عاوزين الباور اوف بوزيتيفيتي عاوزين قوه الايجابيه الايجابيه ليه اجي اقول لك يا كريم ده وانا جايه الزحمه كانت مش عارفه أيوة. وايه علينا وقعد مش هنخلص صح وده ده موجود وده موجود بس انت بتركز يعني ده صعب يعني تقدري تغيري طريقه شخصيتك. لا سهل على فكره في ناس صعب. بتعمل مديتيشن انا بلاقيها صعبه بصراحه. بصي المديتيشن اذا انا اسمع شويه مزيكا وقاعده اوكي ومزيكا بمزاجي ده مديتيشن مش لازم اقعد اعمل مديتيشن فهمتي على عليك؟ على ذكر لبنان انا فيروز بتعملي المديتيشن بالظبط حقيقي يعني شفت. طبعا يعني قعدنا كده واحنا بنتكلم ده نوع من المديتيشن عشان بنفكر في حاجه حلوه بنفكر طب ازاي انا ادي ايه حب للحركه حب للغذاء يعني بالمظبوط للناس ما هو نفس الحاجه ما في حد هيبص هيقول طبعا انجي السرعه دي بتتحرك بتعمل يعني ما يقدر ياخدوها بالنيجاتيفيتي بس يعني حسب الشخصيه بقى بتاعت انا عاوزه يعني عشان كده لما اهم حاجه ليا لما انا بدي كلاس او في جامعه ولا اهم حاجه اللي قدامي المهم ازاي اطلع الحاجات الايجابيه. انا بتفق مع حضرتك فعلا هو برضو الموضوع ديسيجن يعني انا سريعا هحكي لحضرتك حاجه انا كانت واحده صاحبتي تخينه جدا يعني فعلا اوفر ويت وهي جت مره قالت لي انا هي خس بركه جدا فقلت لها ازاي عملتي ده قالت لي انا كان طول حياتي عايشه عماله اقول انا عايزه اخس انا عايزه اخس مره كده قعدت قلت انا مش هفضل اقول انا بتمنى اخس قالت انا هخس مش انا عايزه انا هخس وفعلا البنت خست من غير عمليات ف اتس ا ديسيجن وحاجه لازم تبدا من المينتاليتي ان انا اصل ده موجود وده موجود انا بركز على ايه هو ده اللي هيخلي حياتي بوزيتيف ولا نيجاتيف انا يعني انا متفقه مع حضرتك جدا وصح وفي ايام بنصحى نيجاتيف يعني بص احنا عايشين في وقت قلق في ضغوطات كتيره حاجات كتيره قوي يعني البلد تحفه يعني في كل حاجه الحمد لله صحيح. بس جت الكورونا فوزام دكتوره انجي عشان احنا الوقت بتاعنا للاسف الشديد خلص احنا عايزين نستاذنك ان شاء الله لو اجلتي سفرك تجي لنا مره ثانيه او بعد العوده ان شاء الله ترجعي بسلامه ميرسي كانت فقره جميله على ذوقكم وعلى القعده الحلوه واحد نسي ان على التلفزيون ان شاء الله الناس نورت التلفزيون ميرسي قوي كتر خيرك ميرسي قوي احنا هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم ثاني فقرات الحواريه في حلقتنا خليكم معنا اتفضل نقول لحضراتكم مره ثانيه طبعا الاهلي على موعد مع لقب قاري جديد لما هيواجه نهضه بركان ان شاء الله في السوبر الافريقي يوم الجمعه القادم هنتكلم بقى عن اخر استعدادات الفريقين الحقيقه لهذه المباراه من خلال طبعا ضيفنا اللي منورنا للمره الاولى في 10 الصبح في الاهلي واحد من الاسماء المهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي واحد من اهم هدافي النادي الاهلي في اجيال مختلفه شارك مع النادي الاهلي قبل كده في انتصارات كثيره جدا 3 دوري 3 كاس 3 سوبر افريقي 3 دوري ابطال افريقيا كابتن احمد بلال نجم النادي الاهلي السابق صباح الفل وسعداء بوجودك اهلا بيك صباح الخير عليك كريم صباح الخير عليك يا مهندس يعني مبسوط ان انا موجود معاكم بس في معلومه كده مغلطه انا خمسه دوري خمسه اللهم صل على جابر النور لكن بقيه الثلاثات معانا زي ما هو زي الفل دي اول مره معانا وان شاء الله مش تبقى اخر مره ولسه بضحك انا وكريم قبل الهوا يعني كنتوا جيل قوي جدا 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 وكل اسم حقيقي ادى بشكل كبير جدا وقدم كتير للنادي الاهلي حاجه كانت او فرقه كده كان يتخاف منها بجد وما زال طبعا الاهلي ولكن انتوا كنتوا برضو فرقه متميزه جدا خليني اروح معاك شويه نتكلم عن كابتن احمد قبل ما ندخل بقى لان احنا عندنا ملفات مهمه جدا من الناشئين وبعد كده هداف وكان لقب حضرتك كمان احمد بيقولوا لك احمد اجوان احمد اجوان يعني فيعني خلينا نرجع شويه للكواليس زمان بص انا يمكن يعني انا جيت النادي الاهلي وانا عندي 14 سنه ونص
كان مع كابتن خالد جد الله، لعبت تحت 15 سنه دوري، خدنا دوري طبعا كان دوري القطاعات ساعتها وبعدين الجمهوريه. يمكن انا في السنه دي جبت حوالي 42 هدف يعني ما شاء الله. وده كان رقم بقى قياسي بالنسبه لي يعني كل طبعاً. ماتش 3 4 اهداف وكده. وكنا وبرده كنا كان فرقتنا فرقه يعني فرقه محترمه يعني، كان معنا امير عبد الحميد، كان معنا احمد صلاح حسني، كان معنا احمد السيد، كان معنا محمد جوده الله يرحمه، احمد اكرامي كان موجود معانا، في اسماء يعني مش عايز انسى حد، ابراهيم سعيد كان موجود مع الفريق يعني يعني. وكلنا على فكره كلنا طلعنا لعبنا فريق اول. بعد كده لعبت كاس عالم هنا في مصر 97، وكنت هداف مصر في كاس العالم، سجلت 3 اهداف، خدنا مركز سادس. تدرجت بعد كده لعبت في منتخب الشباب وبعد كده منتخب اولمبي مع سيد عبد الحفيظ، الجيل اللي اكبر مننا بقى بثلاث سنين مع سيد عبد الحفيظ وايمن عبد العزيز والفرقه دي. وبعد كده ابتديت مع النادي الاهلي، اول ماتش كان 19/8/99 اول ماتش رسمي، انا عيد ميلادي 20/8/99 عشان كده فاكر التاريخ 20/8 اه طبعا قبلها بيوم على طول، وسجلت هدف في الماتش ده، وده كان اول مشاركه ليا مع النادي الاهلي، كانت في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا وكسبنا الماتش ده، لعبنا كنا بنلعب شوتنج ستارز النيجيري، كسبنا 3-2 وسجلت انا الهدف الثالث. حلو اول ما تبدا يعني بجول كده على طول. على طول والله. بص انا هقول لك، بص انا هقول لك على حاجه غريبه جدا. سنه 98 كان موجود في النادي الاهلي كابتن حسام حسن، فيليكس، موجود احمد كشري، موجود كان محمد فاروق طلع في ساعتها بيتدرب، كان موجود احمد صلاح حسني، كان موجود وليد صلاح الدين، علي ماهر، علاء ابراهيم. وكنت انا يعني بتدرب في الناشئين وبتاع، وبنلعب في الناشئين وبلعب منتخب اولمبي ساعتها برضو. بس عارف انت في 7-8 يعني سوبر ستارز، مش لعيبه عاديه يعني طبعًا. مش لعيبه عاديه. النهارده احنا بنعاني عشان نلاقي مهاجمين وكده، لكن يعني انت بتكلم في وقت كان في 7-8 مهاجمين كلهم، اي حد دلوقتي ممكن يشيل فرقه كامله. صحيح. فكنت هنا في الجزيره بتمرن، فخلصت تدريب ورحت اتفرج على الفرقه، فبعدين عمال اعد بقى في الفراوده اللي موجودين في النادي الاهلي. فعارف انت يعني واقف، هل ممكن مثلا السنه الجايه خلاص عن 18 سنه والسنه الجايه 19 مستني بقى تتصعب؟ لا، هل ممكن الواحد يطلع يلعب في وسط الناس دي؟ انا عارف امكانياتي كويس الحمد لله، وعارف ان انا كويس، لكن في وقت بيبقى اللي قدامك حد قوي جدا، اسمه كبير جدا، فهل انت ممكن المدير الفني مهما كنت كويس يختارك يحطك في وسط المجموعه دي، خصوصا لو عنده عدد كافي من المهاجمين كمان؟ لا، وعدد ايه، كلهم يعني كلهم سوبر ستارز يعني. طبعا. وليد كان متالق، وكابتن حسام حسن، وعلي ماهر كان متالق ساعتها، واحمد كشري كان ماشي كويس، واحمد فيليكس، يعني بقول لك اسماء يعني، غير طبعا محمد فاروق، غير احمد صلاح حسني، وغير الاسماء الناشئين. فكنت واقف قلت لا استحاله، الموضوع ده هيبقى صعب جدا يعني، هيبقى صعب جدا. فابتدي ارتب حالي ان انا ما ازعلش، تمام؟ فلكن شهر وبس واحد تاني الموسم اللي بعديه على طول يعني كابتن حسام لا كان موجود، صح، كشري مشي، وفيليكس احترف، واحمد صلاح حسني احترف، الدنيا اتظبطت وطريقة من عند ربنا يعني. توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا. بالمناسبه الكلام عن المهاجمين، يعني انت في وسط كلامك بتقول في موسم واحد احرزت 42 هدف، وفي وسط كلامك برضو قلت ايه يعني دلوقتي ساعات بنعاني عشان نجيب مهاجم. صحيح. طب ليه بنعاني في الاتيان بمهاجمين واحنا عندنا يعني حتى في على صعيد الناشئين الناس اللي هم بصدد التصعيد؟ لو احنا نصعد يعني عندهم عندنا ناس زي الفل، دي واحده. الثانيه برضو من الامور الملفته جدا للنظر، ليه ما بقاش في غزاره تهديفيه عند الهدافين اليومين دول بالمقرب ايامك مثلا؟ بص هقول لك على حاجه، دايما يعني طرق اللعب بيبقى ليها تاثير على اداء المهاجمين بالذات. يعني احنا كنا بنلعب 4-4-2 او 3-4-3 او 3-4-1-2، دي الطريقه اللي كنا بنلعب بيها. فكان 2 فراوده في الملعب اساسيين، وكان في 2 احتياطي. 2 فراوده ده معناه انك انت بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على الفراوده في تسجيل الاهداف، زي ما كان بيحصل معانا كده. مثلا انا خدت هداف دوري، وعماد متعب خد هداف دوري، ابو تريكه خد هداف دوري، حسام حسن خد هداف دوري، وفيليكس هكذا. كل يعني طريقه اللعب نفسها هي اللي بتوضح دور المهاجم في الملعب، وبتساعده انه يسجل، وبتساعده طبعا، لان انت بتلعب على اطراف الملعب وتعتمد على المان تارجت اللي هو راس الحربه بتاعك في الحته التهديفيه. النهارده طرق اللعب اختلفت حتى بامكانيات اللعيبه المختلفه او القليله. يعني انت النهارده مثلا لما تيجي تقول ايه، انا بلعب 4-2-3-1 الطريقه التقليديه اللي
يعني اللي مين اللي بنلعب بيها اللي كل العالم بيلعب بيها. الطريقه دي ما بتعتمدش فيها قوي على المان تارجت بتاعك ان هو اللي يسجل الاهداف رقم 9 لعيب السترايك رقم 9 ما بتعتمدش عليه، انت بتعتمد على الاثنين اللي من على الجناح او مثلا البلاي ميكر او المايسترو بتاع الفرقه هو اللي بيسجل الاهداف، بتعتمد على مجموعه من العناصر. عايز اقول لك على حاجه مهمه بمناسبه ان الناس بتتكلم عن الاهلي والتهديف، الاهلي اكتر فرقه في الدوري مسجله اهداف ومع ذلك ممكن ما يكونش الهداف من النادي الاهلي، لان انت في الطريقه دي بتعتمد على الكل وليس الفرد طبعا. بتعتمد على لعيبه كتيره جدا بيسجلوا اهداف، زي ما جوارديولا كان بيتكلم بيقول لك انا في الطريقه دي انا ممكن يعني اشتغل مثلا، يعني ايه الفرق ما بين مانشستر سيتي وما بين توتنهام؟ ان توتنهام بيعتمد على هاري كين، هو ده الفرق ادمان تارجت اللي بيسجل اهداف وهدف الدوري، لو لما بيغيب هاري كين بيحصل وحصل فعلا مشاكل لتوتنهام في تسجيل الاهداف وبالتالي في المكسب. النهارده لا العكس، سيتي بيعتمد على مجموعه اللاعبين، محرز بيسجل، ستيرلينج بيسجل، اجويرو بيسجل، يعني كل اللعيبه بتسجل اهداف، فهي دي الطريقه بتاعه النادي الاهلي تمشي مع الفرق الكبيره، لكن الفرق الصغيره اعتقد هيبقى الامر صعب جدا بالنسبه لها، لان الفرق الصغيره طريقه اللعب مش انك تمتلك وتستحوذ وتوصل للمرمى، لا طريقه اللعب انك تلعب على كاونتر اتاك، فانت عايز راس حربه يبقى سريع جدا وقوي جدا وبيعرف يسجل اهداف، ودي ما بقتش موجوده لان خلاص انت بره يعني في الاحتياطي بيبقى عندك راس حربه واحد فقط وعندك واحد في الملعب ممكن كمان تستبدله وتلعب بشادو سترايكر، فما عندكش فكره ان انت عايز راس الحربه بس هو اللي يسجل، بقيت عندك فكره ان الاثنين اللي على الاطراف واللعيب اللي بيلعب البلاي ميكر ده هو المفترض ان هو يسجل الاهداف بالنسبه لك، عشان كده اختفت كثره اللعيبه راسات الحربه اللي هو رقم 9 ما بقتش موجوده، كل فرقه فيها لعيب او اثنين بالكثير، كان زمان كل فرقه فيها 6 7 لعيب او 5، يعني انا بكلمك في النادي الاهلي مثلا 98 7 لعيب واحنا في الناشئين اثنين ومستنيين ناخد فرصه، فكان اثنين بيلعبوا وممكن تغير اثنين، لكن النهارده واحد فقط لا غير وبتغير واحد مكان واحد هكذا، عشان يعني كده يعني التشكيل بتاعنا جيد دلوقتي، نقدر نقول ان حضرتك اكيد سمعت ناس كتير بتقول احنا محتاجين لا نجيب فروت اخر، يعني انا شايفه ان التشكيل عندنا او حضرتك بتتكلم ان التشكيل عندنا كويس، احنا عندنا محمد شريف سواء بواليا يعني نختلف او نتفق عليه بس هو برده كبديل موجود، فحضرتك شايف ان احنا كده كفريق كاملين؟ بص طبعا الاهلي مكتمل طبعا، يعني طالما بتقدر تسجل اهداف، طالما بتقدر توصل، طالما اطرافك بيقدروا يسجلوا اهداف والبلاي ميكر بتاعك بيقدر يسجل اهداف والميد فيلدرز بيسجلوا اهداف، يبقى انت بتشتغل كجماعيه بالظبط، لعبه جماعيه بالظبط، بتعتمد على الجماعيه، بتعتمد على يعني اللعيبه اللي موجوده عندك كلها مش على لعيب واحد فقط، وده اللي خلى حد مدافع زي بدر بنوني يسجل اهداف طبعا يسجل اهداف. ما خد بالك طريقه اللعب بتبقى مهمه جدا جدا لكيفيه ان انت ازاي تدافع وازاي تهاجم، ازاي اهاجم زي ما انا قلت لك الاهلي بيعتمد على اللعيبه الكتير مش لعيب واحد فقط لا غير، مش مروان محسن بس، مش محمد شريف بس، يعني محمد شريف بقاله ماتشين ثلاثه ما بيسجلش بس في ناس بتسجل تاني يعني بس الجماعيه اللي انت بتتكلم عليها على اعتبار ان هي عنصر استجد الى حد كبير في تكنيك لعب كتير من الفرق، مش المفروض بالضروره وبالتبعيه ان ينتج عنها زياده في الامتاع؟ ده طبيعي. طب هل ده حاصل قوي؟ شوف انا هقول لك يعني مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت الكلام ده مش موجود لعده اسباب، اهمها ان انت بقالك شهر ونص يمكن لعبت 12 13 ماتش في شهر ونص، ده صعب جدا على اي فرقه في العالم ان هي تلعب كل 48 ساعه، يعني بتلعب سبت حد تريح حد واثنين تلعب ثلاث تريح اربع وخمس تلعب جمعه، صعب جدا 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 انك يعني تلاقي فيه متعه في الاداء، المتعه بتيجي من ان اللعيب مستريح لياقته البدنيه حاضره فبالتالي هو جاهز طول الوقت، لكن انت بتلعب النهارده اللعيبه بتنزل ملعب وهي خايفه من الاصابه، خايفه من الاجهاد، خايف انت كمدير فني خايف على اللعيب نفسه ان هو يتعور، فبالتالي بتعمل روتيشن بسرعه. هي برده يا كابتن الفتره اللي فاتت ما نقدرش نحكم فيها على الاهلي بشكل صعب، يعني صعب جدا جدا جدا. ادي فرصه للنادي الاهلي، اديله فرصه كويسه تمام، زي ما اديت له فرصه كده هناك في الماتش بتاع سان داونز اللي هو الماتش العوده، هتلاقي اداء منظم، تكتيك واضح، المدير الفني بيعرف يفكر، بيعرف كمان يغير، انت ما عندكش وقت تغير اخطاء، يعني لو في اخطاء ما عندكش وقت تغير. برضو على ذكر اعطاء او اتاحه الفرصه، خلينا بقى نتيح الفرصه لزميلنا العزيز كريم احمد المتواجد حاليا ضمن بعثه التاريخ في الدوحه. صباح الفل عليك يا كريم، وبرضو طمنا بقى الاجواء عندك عامله ازاي والحاله النفسيه والمزاجيه وحجم الاستعداديه اللي موجوده عند اللاعبين عامله ازاي؟ صباح الفل عليك، اتفضل سامعينا.
صباح الفل عليك زميلي العزيز كريم، زميلتي العزيزة نهواندو، كابتنة طبعا كابتن أحمد بلال. بالتأكيد طبعا يعني حالة معنوية مرتفعة جدا وتركيز كبير زميلي كريم طبعا في معسكر فريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة نهضة بركان السوبر الأفريقي، البطولة الغائبة عن النادي الأهلي لمدة 7 سنوات. لكن الحقيقة يمكن عايز أتكلم في البداية على تدريب الأمس. يمكن اتكلمنا وقلنا إن تدريب الأمس هو تدريب قوي جدا، وصلنا ضربنا تدريب خفيف في أول يوم، لكن امبارح الحقيقة كان جدية وحماس كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي. واضح إن في هدف متواجد مع كل اللاعبين ومع مجلس الإدارة، الكل بيجتهد لتوفير كل سبل الراحه للفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله هذه المباراه تكون مناسبنا مع الحاله اللي احنا شايفينها مع اللاعبين. تدريب امبارح كان فيه جرعات تدريبيه قويه جدا، يعني مش هنقول جزء بدني على قد ما احنا هنقول جزء تكتيك كبير جدا لبيتسو موسيماني. طمنا على عدد كبير من اللعيبه، ويمكن قلنا ان احنا عايزين نشوف جرعه تدريبيه كامله عشان نقدر نقيم كل اللعيبه بدنيا وذهنيا وفنيا واصله لاني مرحله. تتكلموا طبعا على التلاحم الكبير، والمرحله اللي فاتت الحقيقه كانت صعبه جدا على لعيبه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اكيد منتظر يشوف اللاعبين في قمه تالقهم، وعايزين نشوف التكتيك، وعايزين نشوفوا الجمل، وعايزين نشوفوا المربعات اللي طبعا المعروفه على النادي الاهلي. لكن الحقيقه مع الضغط اللي احنا بنشوفه، مع تغيير الجو، ومع رحلات الشاقه اللي بياخدها للنادي الاهلي، يعني عايزين بس يبقى في تاني شويه على لعيبه النادي الاهلي، ما بنبقاش مكتملين. بيغيب عننا عدد من اللاعبين، احنا كان غايب عندنا حمدي وعلي معلول وسعد سمير، عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. لكن الحمد لله لو بطمنك بقى زميلي كريم، زميلتي نهواندي كابتن احمد بلال، عايز ابدا معاكم بعلي معلول. علي معلول يمكن كنت قلت ان احنا منتظرين نشوفه في تدريب الامس بجرعه تدريبيه كامله. الحقيقه علي معلول بيعلن جاهزيته تماما لمباراه السوبر الافريقي، ادى تدريب اكتر من رائع امس، واضح التركيز الكبير. شفنا بقى السبرنتات والترنات اللي احنا كنا مستنيين بس نشوفها مع علي معلول، والشوتنج والكروسات، شفنا كل الكلام ده في تقسيمه كانت قويه جدا لبيتسو موسيماني اللي اوقف المران اكتر من مره. راجل عنده قراءه فنيه مميزه شفناها في سان داونز، والحقيقه يعني من اللي احنا شايفينه الراجل قاري بشكل كبير جدا فريق نهضه بركان. الراجل عايز يشتغل عليه بكل قوه، الراجل شاف الثغرات، نقاط القوه والضعف، تمركزاتنا عامله ازاي، توزيع الجيم هيبقى عامل ازاي. الحقيقه يمكن تدريب الامس كان فيه تكتيك كبير جدا. طمنا كمان على حمدي فتحي بيعلن جاهزيته تماما. طبيب النادي الاهلي يمكن احمد ابو عبده طبعا رئيس الجهاز الطبي اكد ان حمدي فتحي جاهز، لكن هيتم عمل اشعه للاطمئنان عليه. هي الاشعه بس كانت اطمئنان فقط لا غير على حمدي فتحي، لكن حمدي فتحي باكد لك ان هو يكون ان شاء الله متواجد في قائمه مباراه نهضه بركان يكون يوم الجمعه. كل اللاعبين الحمد لله جاهزه بشكل كبير جدا، الاداء كان مميز جدا لعيبه النادي الاهلي. موسيماني، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي ومصان، كل اللعيبه الكبار الحقيقه بيتكلموا على اهميه هذه المباراه. بنتمنى كمان بقى يعني النهارده وبكره حتى يوم المباراه لعيبه بس يكون في حرص شويه في التدخلات، لان الحماس كان كبير جدا وقوي جدا في تدريب الامس. عايزين بس اللعيبه تحافظ على نفسها، يعني كان في كره مشتركه كده حسين الشحات، احمد روان بيكم، واضح الجديه، واضح الحماس، واضح ان كل لعيب عايز يبقى ليه دور في هذه المباراه. لكن كل مره هنقول هذا الامر، الاهلي بمنحدر اي حد يكون متواجد في ال11 لاعب اللي يكونوا متواجدين في هذه المباراه، ان شاء الله قعدته يكون على قدر المسؤوليه، وباذن الله ينقصنا بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا يوم الجمعه. النهارده هو نفس البرنامج امس، افطار صباحا، 10 صباحا، 2:30 وجبه غداء، 6 محاضره فنيه، 6:30. انا بتكلم طبعا بتوقيت الدوحه، احنا عارفين طبعا فرق الاختلاف الخاص بساعه على القاهره حتى الدوحه، لكن 6:30 النهارده يكون تحرك فريق النادي الاهلي على ان يتوجه الى ملعب جامعه قطر 7 مساء وهو توقيت المباراه. الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب ومطمئن جدا، بس ينقصنا زميلي كريم، زميلتي نهواندي، كابتن احمد بلال التوفيق مع فريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون معانا في يوم الجمعه باذن الله. ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، والله ينور. بنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز كريم احمد المتواجد ضمن بعث الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي بالدوحه، وعوده لضيفنا الجميل كابتن بلال. انا متاكده باذن الله يعني واثقين زي جمهور الاهلي هنرجع بكاس تاني ونحطه هنا مع يعني دولاب الكوز باذن الله، ده هيحصل. وان احنا بقى ذكرنا نهضه بركان ويعني الماتش الجمعه القادمه، خلاص يعني يومين بتفصلنا تقريبا. خليني اروح مع حضرتك، لان مش هروح للفنيات على قد ما هروح يعني قصه هنا التنافسيه. احنا بنتكلم في نهضه بركان، فريق مش ضعيف، ولكن هو مش نفس المستوى اللي احنا عهدناه قبل كده. ووقت لما اخذ الكونفدراليه في فرق كبير جدا، حتى في الدوري السنه دي هو متراجع بشكل كبير. هل ده يقدر يدي طمانينه، يدي خوف، خاصه ان في تصريحات كانت من اللعيبه هناك في الفريق كانوا بيتكلموا ان هم لا عندهم تحدي وهم جاهزين، وهم يعني الماتشات المحليه او البطولات المحليه لا مش هتبقى انعكاسها، ان ده هم مش هيقدروا ينافسوا الاهلي يعني. خليني اقول لك ان اي فريق يبقى شرف ليه ان هو يلعب النادي الاهلي، لان الاهلي طبعا بالارقام والاحصائيات وبالتاريخ هو افضل نادي في القاره الافريقيه، فالموضوع ده طبيعي. يعني زي ما تقول احتفاليه، انت بتلعب النادي الاهلي في اوقات كتيره جدا في انديه ما مش بتنول الشرف ده ان هو يلعب النادي الاهلي، يلعب في بطوله يعني مش مباراه وديه. فالنهارده نهضه بركان عنده مباراه مع النادي الاهلي، مباراه بالنسبه له للتاريخ. لو مباراة ببطولة للتاريخ، خد بالك للتاريخ، انت بتلعب النادي الاهلي، بتتحط في السي في بتاعك كنادي لعيبه النادي الاهلي في السوبر الافريقي. ولكن خليني اقول لك ان دايما
او المعهود على السوبر في العالم سواء اذا كان السوبر الاوروبي او الافريقي بطل الدوري بيبقى له الغلبه بيقول الاغلبيه هو الافضل لان هو لعب في منافسات افضل لعب مع انديه افضل الامكانيات والقدرات والقيمه كمان بتاعه البطوله اللي لعب فيها او اللي اخذها او اللي حصل عليها بتبقى اكبر بكتير جدا. مباراه في الملعب تنافسيه ما بين الاهلي ونهضه بركان مش تقليلا من نهضه بركان أكيد. ولكن الاهلي افضل بكتير جدا. احنا تصريحات دي سمعناها من سان داونز وسمعناها من الزمالك وسمعناها من سيمبا وسمعناها من كل يعني كل ما بنلعب فرقه بنسمع تصريحات من هنا لحد ما الماتش يبتدي بخمس دقائق. وفي النهايه الاهلي هو الاهلي، الاهلي هو بينتصر بامكانياته وقدراته وروحه العاليه جدا جدا جدا، وده اللي بيخلي الناس خد بالك يعني ده اللي بيخلي الناس تحط الاهلي في قيمته الحقيقيه. انك انت النهارده مهما كانت التصريح يعني في فرق بتتخض من التصريحات شويه، لما مدير فني يطلع تصريح تلاقي اللعيبه اتخضت وقلقت والمدير الفني ابتدى يغير حساباته، لكن احنا هنا النهارده احنا فعلا مش رد فعل. يعني الانديه الكبيره بتبقى فعل، انما الانديه الصغيره بتبقى رد فعل. هو بيعمل التصريحات دي كلها ممكن عشان يشيل الضغط من عليه طبعا، علشان يدخل المباراه وهو الخوف اللي عنده والقلق والرهبه اللي موجوده تقل شويه او تختفي، لانه عارف ان هو بيلعب النادي الاهلي، عارف تاريخ الاهلي كويس، عارف ان الاهلي هو حامل اللقب الافريقي. يعني انا النهارده بلعب في الكونفدراليه وبلعب في بطوله دوري الابطال، انت خرجت من دوري الابطال عشان انت يعني مش عايز اقول قيمتك قليله، ولكن عشان ادائك الفني ما كانش على المستوى الافضل. صحيح. النهارده الاهلي بيلعب سيمي فاينال افريقي، يعني نهضه بركان ما اعرفش وصلت لحد فين تقريبا في العاشر، لا في الدوري العاشر تقريبا انا بتكلم ماشي لو العاشر بقى لحد ما يوصل بقى لحد مدينه نصر ربنا يحلها المولى يحلها ربنا. احنا عموما في اول حلقه النهارده كنا عندنا سؤال خاص بالسوشيال ميديا، قلنا الناس متوقعين نتيجه مباراه الاهلي ونهضه بركان هتنتهي بنتيجه كام ومين كمان اللي هيسجل اهداف. تعالى نستعرض بقى في وجود حضرتك معانا برضو يعني وجهات نظر واراء الناس. امل عامر بتقول باذن الله الاهلي يكسب واحنا واصلين في رجالتنا، مصري وافتخر باسم اللي كتب لنا او اللي بعت لنا، بيقول ان شاء الله اتوقع 2 للاهلي 1 نهضه بركان لان الاهلي قادر على كسر المعادله في الاوقات الصعبه. رشدي بيصبح علينا بيقول الاهلي هيكسب 2 محمد شريف وبدر بانون، وبعد كده بسيوني سعد 3-1 للاهلي محمد شريف وقفشه وطاهر. ابو اسلام بيقول 2-1 للاهلي ان شاء الله، وميدو بيقول 2-1 برضو للاهلي. في على فكره كومن يعني اجابات كتيره كومن 3-1 و2-1 على كل حال برضو هنا كريم عمده شريف وقفشه ان شاء الله و3-1 وكله يعني في كلمه واحد دي قاسم مشترك مش عارف ايه واحد دي لو جت على قد الواحد طالما احنا 3-4 وحاجات زي كده مش عارف ايه واحد دي. ايمن نور الدين بيقول 2-1 للاهلي هدف حسين الشحات وبدر بانون. ده متفائل بشكل غير طبيعي. عيد سيد بيحيينا وبعد كده بيقول 2-1 برضه. وعبد العزيز رفعت بيقول ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-0 مفيش واحد بقى هنا. هنا 3-0 حسين الشحات محمد شريف وقفشه وبيصبح علينا كل اللي يوسف برضو ابو خديجه 3-0 للاهلي. اجابات قريبه من بعض كلها. وحسني محمد حسني ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0 صلاح محسن ومحمد شريف. ايه دي بقى كيرلس الديس 2-0 صلاح محسن ومحمد شريف ومحمد حمودي 3-2 لا وصلنا بقى للاثنين 3-2 للاهلي ان شاء الله. قفشه هيسجل هدف ومحمد شريف هدفين، ومحمود الجعفري بيقول ان شاء الله 3-1 للنادي الاهلي محمد شريف وطاهر محمد طاهر. ليه حمودي بس 3-2 ليه؟ معتز الشامي ان شاء الله الاهلي هيفوز 3-1 بس عايزين اداء يتحسن والاهم اهم البطوله التاريخ بطوله وليس اداء. صح ماشي المهم نرجع فعلا باللقب. دي حقيقه. ماتشات النوك اوت انت ما بتعتمدش على الاداء اكتر ما بتعتمد على التاكتكس اللي تقدر من خلاله انك تكسب الماتش. يعني انا النهارده عندي بطوله السوبر، التاريخ ما بيفتكرش انا لعبت كويس ولا بيفتكر مين يا جماعه مين اللي اخذ السوبر بالزبط. ومين اللي اتهزم. عايز اقول لك على حاجه كمان شخصيا توقعاتك ايه عايزين نعرف قبل ما نقفل. هقول لك على حاجه، التاريخ اصلا ممكن انت تنسى اصلا مين كان الثاني يعني دايما يعني ده اللي بيحصل على فكره. يقول لك سنه 2021 الاهلي بطل السوبر ممكن تنسى اصلا انك لعبت بطل نهضه بركان او لعبت مثلا تونس او الجزائر او اي فريق. الانجاز هو اللي بيحصل، انت بتفتكر بس مين بطل السوبر الافريقي. فمش بالضروره ان اداك يبقى الاداء المقنع جدا جدا. يعني ايطاليا لما خدت كاس العالم ما كانش الاداء مقنع جدا بالنسبه للناس بس قدرت توصل. هقول لك على حاجه، البرتغال باربعه تعادل وصلت سيمي فاينل، اربعه تعادل توصل سيمي فاينل في بطوله اوروبا واخدت البطوله تمام. فمش بالضروره ان الاداء يبقى مقنع للدرجه الكبيره جدا بقدر ان انت بتلعب على بطوله. نختم مع حضرتك بقى بتوقعاتك.
انا اتوقع 2-0 سريعا سريعا ان احنا وقتنا خلاص يا مسهل الحال ان شاء الله خير وان شاء الله نبتدي بقى حلقه يوم الاحد الجاي بجمله ايه بصباح النصر باذن الله يا رب تبقى مباراه قويه ويرجعوا لنا كده بالكاس ونشوف حضراتكم انا وكريم باذن الله يوم الاحد.